لانه معنا على الهاتف مدير الكره في النادي الاهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد مساء الخير. اهلا ابراهيم، ازيك انت وازيك كابتن عدلي؟ اهلا، تحياتي وسنه سعيده عليك باذن الله. يا رب علينا كلنا باذن الله تعالى. مستعد للاستاذ ابراهيم؟ كان عازمني على يلا. بص بيبصها لي يعني هو بيطلع بره الموضوع. بس انا كنت عادي ما اكلش خالص. طيب طمنا على الفرقه وطمن الجمهور على وضعيه الفرقه دلوقتي ايه؟ الحمد لله الامور كويسه، الحمد لله رب العالمين. النهارده كان عندنا اجازه، بكره هنستعد تدريباتنا، ويوم السبت ان شاء الله الرحمن هنستعد اسكندريه ومباراه البنك الاهلي، وبعدين مباراه اللاودين، ثم بيراميدز. البنك الاهلي في استاد الماكس؟ في استاد الماكس. اه تمام. طيب الكاس العالم بقى ايه ترتيبات اخر الاستعدادات؟ لانه طبعا في ملف طبي اكيد، في تفاصيل كتيره، وفي ملف بدني، وفي قائمه هتتسجل، وفي لعيبه هتقيد. كل تفاصيل كاس العالم ايه لغايه دلوقتي؟ يعني طبعا في تحضيرات كتيره قوي، والفيفا بيبعت لنا على طول حاجات استفسارات وتحضيرات وتساؤلات، وفي نفس الوقت يعني حاجات من اللي هنمشي عليها. والنهارده كان في ورشه عمل هناك موجوده في النادي عندنا، حضرها كل تقريبا المنوطين بالاحداث، سواء كانت على المستوى الامني او التذاكر او التسويق او المباريات، الاقامه، الملاعب، كل حاجه تخص اللوائح، كل حاجه تخص الجزء الطبي طبعا بالتاكيد، كل حاجه تخص الحدث. كان في ورشه عمل النهارده موجوده، يعني كان موجود فيها عدد كبير جدا من الناس القائمين عليها، المهندس خالد مرتجي، امير توفيق، حنان الزيني، سيد عبد الحفيظ، كابتن سامر عدلي، دكتور محمد شوقي، دكتور احمد ابو عبله، العميد محمد مرجان، يعني كل الناس. طمنا على كابتن، على المهندس سمير عدلي والنبي، لان الناس كثيره برضو بتسال عنه. لا الحمد لله الامور كويسه، الحمد لله رب العالمين الامور كويسه. طيب عمرو محب، كل الناس اللي كانت موجوده النهارده، كل موجود مرور، كل واحد بيحدث او الجزء اللي يخصه. انت عارف الجزء ده تحديدا بيبقى مهم جدا جدا، حتى في التنظيميه والترتيب بيبقى مهم قوي، وانت ما بتهزرش يعني مع الفيفا، ما بتهزرش يعني. فامورنا بيبقى كلها بتبقى على احدث حاجه او على احسن حاجه. يعني في تجربه طبعا وفي خبره في الحته دي. بالتاكيد طبعا، وكل حاجه لك دي كابتن سيد يعني. عشان الناس كل اللي يهمها دلوقتي، في كلام ان انت في قرار ان تطلعوا بكل القائمه بتاعه النادي الاهلي بما فيها المصابين. مش مساله القائمه بما فيها المصابين، انت هتطلع، انت الحدث بتاعك او العدد بتاعك 23. ايوه. فانت متاح ليك لحد يوم 22 تختار من ال 35 اللي انت بعتهم. طبعا في 35 في عدد منهم من اللعيبه الصغيره، فهتختار يوم 22، وعندك اوبشن جديد كمان ان هو ممكن يخليك لحد يوم 30 تختار. لو حصلت حاجه، لو لا قدر الله في حاجه، ممكن تختار من ال 35 اللي انت بعتهم غير ال 22 يعني، في حد او ال 23 اللي انت هتتم اختارهم من 22 يعني. فلو قدر الله لو حصلت حاجه، هيبقى عندك متاح ان انت ممكن تبدل، يعني يبقى في تبديل، بس السبب بسبب مقبول يعني، لا قدر الله في اصابه او لا قدر الله في حاجه. لازم يسبب موضوعي. بالظبط كده يعني. طيب لكن انت هتسافر طبعا، هتسافر ممكن تسافر بال 23، ممكن تسافر بال 25 وال 26 يعني، ده اتجاه فني يعني. هنقعد مع بيتسو ونشوف الوضع ايه يعني. طب ترتيبات كورونا بقى مع البطوله، يعني انت كل مباراه هيبقى لها مسحه مش كده؟ احنا خلي بالك برضو يعني، احنا الفتره اللي فاتت يمكن كنا بنعمل بي سي ار كتير قوي، كان موجود بيبقى تحليل رابط تيست اللي الناس بتعمله، لكن احنا في الاهلي كنا بنعمل بي سي ار كتير. يعني احنا برضو كانت وجهه نظرنا او تفكيرنا ان احنا لا قدر الله مش عايزين نفاجئ قبل البطوله تحديدا بعدد لا قدر الله ممكن يكون موجود، عشان كده كنا بنعمل بي سي ار كتير. اوكي؟ يعني طبعا اتحاد الكوره مشكورا في القرار اللي خده امبارح ان كل الناس هتعمل بي سي ار. تمام؟ فانت بقى عندك يعني خلال المباراه او المباريات اللي جايه، انت هتعمل حوالي ثلاث مساحات قبل السفر كمان لازم تعمل. هو السفر يوم ايه؟ السفر هنحدده خلال 48 ساعة اللي جايين ان شاء الله. وقبل ما تسافر ب 48 ساعة هتعمل مسحة. يعني متاح ليك 72 ساعة. 72 ساعة. وهناك طبعا هيكون في فندق الإقامة أكيد قبل المباريات على طول في مسحة.
في هناك مجرد الوصول كمان في مسح، ده اجراء مجرد الوصول.